مشاهدي ام تي في، مرحبا بكم في بيروت اليوم، حيث استضيف عضو الامانه العامه لقوى 14 اذار الاستاذ يوسف الدويهي، ومعه سوف نتطرق الى المستجدات السياسيه الاتيه. هل احرجت حادثتا الكلخ وعقاب صقر قوى 14 من اذار، وكيف سيتم التعاطي معهما؟ هل بدأ العد العكسي لموعد الانتخابات النيابية، وهل يتم التوافق على صيغة لاجتماع اللجنة الفرعية؟ هل يؤذن تراجع مرسي عن القصر إلى تراجع عن القرارات أم عن المنصب؟ أستاذ دويهي، أهلا وسهلا فيك بأم تي في. أهلا فيك، الله يخليك. لنبدأ بخبر المفجع الصبح الحزين بوداع بغياب البطريرك هزيم، هذه الشخصية المميزة، واللي حضرتك بتعرف انه في كتير ناس بيعتبروا انه كانت، بدي انقل كلام احد الناس اللي كتير انا معجب فيهم، بيقول الله بحب لبنان انه بهيدي الفترة كان البطريرك هزيم هو بطريرك الأرثوذكس. فعلا يعني غياب بفعل العمر بالدرجة الأولى إنما خسارة كبيرة، لأنه رجل كان حكيم الله يرحم نفسه، كان عاقل، وبنفس الوقت له أيدي بيضاء بمحطات كتيرة بلبنان، وقتها كنا بأمس الحاجة لمين يحكي كلمة حق ولمين يوقف إلى جانب غبطة البطريرك صفير بأصعب المراحل. بقى من 2001 2002 طبعا خسارة كبيرة لرجل عظيم. تعزيتنا لطائفة الروم الأرثوذكس بلبنان بالعالم، ولجميع اللبنانيين بهيدي الخسارة. هلا يعني قد يكون من المبكر البحث بالقضايا المتعلقة بخلافته، ولكن هل تعتبر أنه بالظل الظروف الموجودة سيستطيع النظام أن يؤثر على نتائج الانتخابات؟ سيكون في حرية انتخاب؟ يعني سيدفن في لبنان؟ يعني ما بعرف آلية الخلافة كيف بدها تكون. ما في شك أنه النظام عنده مصلحة كتير كبيرة، نظام الأسد، أنه يحاول يتلقف هذه المناسبة يظهر للعالم أنه هو حامل المسيحيين بسوريا، ويحاول يستفيد من هالخسارة المفجعة لنا كلنا حتى يلمع صورته، لأنه أكيد من المتوقع حضور بابا الروسي، بابا الأرثوذكس بطريرك، نعم، حضور رتبة الدفن. وبالطبيعي عنده مصلحة الحكم يلي رهانه هو على تغذية هواجس الأقليات، إنه يستفيد من هالمناسبة ومن هالفرصة. قديش برأيك قضية المسيحيين بسوريا، وكان عنده موقف متميز البطريرك الراحل، نعم، بين المتحمسين والثائرين والمعتبرين إنه هذا النظام هو الشيطان، نعم، الأكبر، وبين آخرين كانوا يعتبروا أنه هذا النظام هو حامي الأقليات؟ يعني نحن الحقيقة هو بموقع مسؤولية، والنظام السوري ما في شك لفترة زمنية معينة حاول أنه يصور للجميع أنه زواله يعني خطر على كل الأقليات. هيدا الشيء موضوع غير صحيح وغير مفيد بالكامل غير صحيح وغير مفيد. ما حدا يعني بالعناوين يلي عم نشوفها برفض، نعم، بعض التنظيمات هيدي شغله اسلاميه المتطرفه، حتى مجرد القبول بالتزام شرعه، نعم، حقوق الانسان، هيدي شغله طبيعيه، لانه كلنا بنعرف انه مخطئ تماما. لا نحن بنعرف انه هيدي التنظيمات المتطرفه موجوده وين ما كان، إنما مش هي الأكثرية الساحقة من الشعب السوري، هي بمنحة تغيير للنظام باتجاه ديمقراطية أكبر بالبلد، باتجاه شراكة الجميع. ما في شيء بيحمي أي أقلية إلا القانون، ما في شيء بيحميها إلا الدولة، إلا المواطنية.
هيدي مشاريع حماية الأنظمة للأقليات، الأقليات بتدفع ثمن مع النظام اللي رايح، وهالشي شفناه بعدة دول عربية. مصر مع الملك فاروق من بعد رحيله، العراق وغيرها. بقى ما هيدي اليوم، خلينا نشوف الأمور بمنحة أكثر عقلانية. ما في شيء يحمي أي إنسان إلا مواطنيته. اليوم كمواطن مسيحي أنا اللي بيهمني هي ممارسة شعائر الدينية، ويكون لي نفس الحقوق مثل جميع بقية المواطنين. هيدي ما في شيء بيأمن لي إياه وبيحافظ لي عليها إلا دولة عادلة، دولة القانون، دولة الحق. فيما عدا ذلك كل نظام امتيازات بالآخر بيؤدي إلى تفاوت بين المواطنين وتفرقة، وبيؤدي بالنتيجة إلى ثورة. لا يمكن الحفاظ على التنوع إلا من خلال الديمقراطية والشراكة، شراكة حقيقية. قد ايه بتعتبر أنه موقف غبطة البطريرك الراحل كان قدر فعلا يوازن بين المخاوف وبين طبعاً الضمانات؟ يعني كان مختلف عن موقفكم يلي هو موقف أكيد كان يشيطن النظام بالكامل، وموقف أهل النظام يلي يعني كان يعتبره هو بالنهاية البطرك، هو بطرك رعية، ورعيته عنده منقسمة وما زال الانقسام قائم بين السوريين المنتمين للطائفة الأرثوذكسية وبين بقية الطوائف. عندهم نفس المشاكل المطروحة وعندهم نفس الانقسام، لهم آراء مختلفة. موقف حكمة غبطة البطريرك هو أنه يلاقي المسافة المفروضة، وخاصة أنه بسوريا الصراع ارتدى دم، يعني حلي دموية مرعبة وتقاتل كتير مدمر للبلد. ما ممكن الكنيسة إنها تقدر تأخذ موقف واضح من ما يجري إلا بوقفتها إلى جانب الحق والحرية والعدالة، بس بنفس الوقت ما فيها إلا بتوقف ضد بشاعة الحرب بكل أشكالها. نعم. أستاذ يوسف، قديش بتقديرك المرحلة اللي جاية رح بتطول، أو المرحلة المقبلة قديش بعد رح بتطول، وبالتحديد موقف المسيحيين بظل هذا النزاع القائم بسوريا؟ نعم. يعني أنا مش عايش بسوريا تقدر حدد الأمور قديش وين صارت بالضبط، إنما اللي بنعرفه من متابعة الأمور إنه سقوط النظام السوري أصبح حتمي. هلأ بأي ثمن متبقي، ما بقدر إنه إسا في إشياء كتير يخسرها الشعب السوري أكثر مما خسر. خسر كرامته، خسر حياته، خسر أولاده. مخاوف خسر. المخاوف على الأقليات بهذه الحالة أليست مبررة؟ لا 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 لا، من الطبيعي أنه تنطرح تساؤلات، بس بنفس الوقت نحن بنعرف أنه عامل الوطني، عامل بسوريا أساسي، ومن الحراك اللي صاير اليوم بالائتلاف الوطني اللي حاصل، أم بالمجلس الوطني، أم من خلال وجود الجيش السوري الحر يلي ممكن أنه يشكل ضمانة لكل السوريين بحال سقوط النظام. هلأ دايما الحروب فيها بشاعتها، فيها مآسيها، منا قادرين، ما بتميز الحروب بين طائفة وطائفة، بين إنسان وإنسان. الحرب بشعة، القتل هو جريمة، وبالتالي نحن منا قادرين، يعني منا قادرين نحدد من هلا مدى، يعني مدى وين بده يوصل هذا الحراك بالنهاية بموضوع المواطنية السورية. على الأكيد نعرف تماما أنه حيكون في نظام جديد بدولة جديدة، ممكن يمر ب في تكرار التجربة العراقية. لا، التجربة العراقية كان في مشكلة، هو إلغاء الجيش النظامي بالكامل.
لا نحن عندنا اليوم بسوريا في جيش في جيش حر قائم قادر يشكل نواة لجيش الدولة، قادر يشكل نواة لانطلاقة الدولة الجديدة اللي جاية، وبالتالي هيدا الخوف من هالناحية غير مبرر. وبالنسبة للعمليات وبشكل الأمني هيدا الجيش بيقدر شو ما كان هيدي نحن دولة بس تكون مفتوحة على تنظيمات بدها تمرق مراحل صعبة ما في شك، بس هيدي منا قادرين يعني اليوم منا عم نشتغل على كمبيوتر وإنك الأمور تستبقى بكبسة زر. طبيعي قلت لك الحرب والثورات منا عملية توزيع ورد. لنأتي إلى الوضع اللبناني، في إحراج عند 14 أدار من قضية عملية الشباب بتل كلخ وبقضية النائب عقاب صقر. لا يعني منه خايف على حدا بالأساس، أنه 14 أدار دعمت الثورة السورية ودعمي مطالب وحقوق الشعوب العربية والشعوب بالعالم كلها. تتغنى هي أنه ما تدخلت بالسلاح. لا نحن ونفيت نحن 14 أدار منا عم نسلح حدا، يعني 14 أدار فيها مكونات موجودة بضمنها، كل مكون له طريقته بحراكه السياسي الخاص فيه. يعني انت بتتبرأ مثلا؟ لا انا ما بتبرأ، انا ما بتبرأ من النائب عقاب صقر، نحن بحرب مفتوحه. لا بس ما هذا الشيء كمان كانوا معتبرينه حزب الله. نعم، ولما كان يقال انه كانوا عم بيدافعوا عن اللبنانيين، نحن يمكن بلحظه من اللحظات 14 أدار نسيت انه هي كانت جزء، هي وما زالت جزء من هذه المواجهه بالمنطقه. بس ما كنتوا تحرموها هيدي على حزب الله؟ نحن وما زلنا بنحرمها. نحن اساسا منا عم نبعث نحن مقاتلين على سوريا تيقاتلوا ضد الشعب السوري، ولا عم نعمل تنظيمات مسلحه حتى تروح تقتل السوريين. هيدي خليها تكون واضحه، نحن ما اعلنا عن عمليات جهاديه ولا جاهزين لها ولا رايدين. الشعب السوري عدده كافي حتى يقدر يواجه طغيان المستبد. نحن بالنسبة لنا نحن دعمنا للثورة السورية واضح على راس السطح، مش مستحيين فيه. اللي قام فيه عقاب صقر، نائب عقاب صقر، يعني يشابه تدخل هيدا، لا 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 يشبه بقطعا عملية تدخل حزب الله اليومي. موقف الكتلة امبارح حطهم تقريبا بذات بذات المستوى. أنا برأيي هيدا موقف كتلته موقف جريء وموقف متقدم، ومن الطبيعي جدا. نحن عنا ناس عم تقتل ب 14 أدار، واللي عم يقتلنا معروف من هو. هن اليوم في بالمنطقة مواجهة بين محورين، 14 أدار جزء من محور، وهذا المحور بتواجهه إيران وسوريا بشكل واضح، وحزب الله اللي هو تابع للجمهورية الإيرانية. بالتالي نحن معرضين، كل يوم عم نتعرض لقتل، عم نتعرض لإلغاء، عم نتعرض لمحاولة قمع على كل المستويات. شو كان انطباعك لما تسمع، يعني لما سمعت الأستاذ عقاب عم بيقول انه هو فخور باللي عمله؟ والله انا بعتبر انه اقل بكتير. انا بفاجئني انه انسان شيعي لبناني. ليه بفاجئ؟ بفاجئني لأنه في جو ضاغط على الشيعة بلبنان من خلال حركة حزب الله، بيصوروا وكأنه هيدي الطائفة كلها، يلي هي شغلة مش صحيحة، كلها وراء خيارهم بمواجهة بأبلسة الطرف الآخر. هيدي اللي عمله عقاب صقر، أخذ منه موقف تيار المستقبل بكل وضوح بكل جرأة. سيد حسن نصر الله وقت طلع وقال انه نحن عندنا جهاديين نعيهم لجهاديين بيقاموا بمهمة جهادية، استشهدوا بمهمة جهادية بسوريا، هيدا يختلف كليا عن يلي عم بيقوم فيه عقاب صقر. يعني شوية بوريد من عند عقاب، شوية أسلحة دعمها عقاب صقر، مش حتجي توازن الخيار اللي اخده حزب الله بانه يكون جزء لا يتجزأ
من المحور الإيراني السوري. بس شو طبعك تتذكر هالبيانات العديدة اللي كنتوا تنزلوها يلي كنتوا تنفوا فيها أي حدا من تيار المستقبل عم بيشارك؟ لا بترجع على كل بياناتنا ولا مرة فينا نحن قلنا دفعتوا بشدة واعتبرتوا هيدي ندعم الثورة السورية. هلا وقت بندعم الثورة السورية بس ما كانتوا تنفوا أي تدخل عسكري معنا؟ نحن معنا تدخل عسكري حدا من يعني القوات اللبنانية، القوات اللبنانية ب 14 أدار عم يدعموا بسلاح الثورة السورية. اليسار الديمقراطي عم يدعم هني بالبداية وجهوا دغري من الأول اتهامات للنائب عقاب صقر إنه عم يتعاطى بهذا الاتجاه، وكان كل أجواء 14 أدار تنفي هذا الأمر. نحن ما نحن منا يعني منا عملية اللي قام فيه الأستاذ عقاب صقر، منا قرار ب 14 أدار متاخد ب 14 أدار. نحن قررنا ب 14 أدار هو بلكي في شيء قرار غير محل ما انتم فيه. نعم. بعيد عنه. لا من لا 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 ما واضحه يعني 14 أدار هي مجموعه قوى سياسيه، هذه القوى السياسيه كل واحد منا عنده خياراته يلي عنده اجنته. اللي بيجمعنا كلنا هي مفهومنا للعداله وللسياده، ولا لبنان سيد حر مستقل قائم على التنوع والتعدديه وعلى الشراكه المسيحيه الاسلاميه في هذا البلد. هيدي هي 14 أدار وهيدي اللي بتبقى. هلأ في بسوريا اليوم ثورة، في بمصر ثورة، نحن دعمنا ثورة مصر، دعمنا ثورة سوريا، في بفلسطين كان تعرضت غزة لعملية عسكرية ضخمة طلعت بنتيجتها منتصرة، نحن رحنا وقفنا وقدمنا دعمنا للشعب الفلسطيني مثل ما بنقدم دعمنا للشعب السوري. نحن ك 14 أدار ندعم الشعب السوري يلي هو جارنا، يلي بكرة بس يسقط النظام ويلي سقوطه أصبح حتمي قريب. ما هيدا شغلي مش أنا بحددها، هيدي بتحددها بيحددها مسار الثورة، بتحددها الأمور يلي عم تصير على الأرض. انما شأن النظام اللي بيواجه الشعب والدولية يعني اليوم خلينا شرعية اي نظام بتقوم على بحالتين، هيدي عبر التاريخ، او بإرادة إلهية او بإرادة شعبية. الإرادة الإلهية هيدي من زمان راحت مع اخر الأباطرة، والإرادة الشعبية هي اللي بتحدد اليوم. راحت من كل المطارح وين ما كان عم تروح بالتحديد بزوال. يعني نقلت مصادر سياسية، نقلت الحياة عن مصادر سياسية أنه فريق 8 أدار ينوي تشديد الحملة على النائب صقر كواحد من نواب قوى 14 أدار مقابل إصرار الأخيرة على استعجال محاكمة الوزير السابق ميشيل سماحة الذي أقفل القضاء ملف التحقيق في شأنه أمس. هل ترى ممكن يصير في الوزير سماحة مملوك هذا الملف بشار الأسد؟ نعم. يعني بالنهاية الشباب بيشتغلوا عند الرئيس الأسد. مين؟ يعني السماحة المملوك. والقضاء؟ القضاء اللبناني بده ياخذ. لا القضاء يبدو عمل المطالعة واستبعد فيها. نعم. إنه لأنه قال ما في التفاصيل المتعلقة بكامل هوية. بس نطلع على الملف بنبقى نبدي رأينا بعد القضاء، بعد التحقيق سري. ما وصل لك هذا الجو؟ لا بس بعد التحقيق سري. يعني نحن أساسا بنتعامل مع القضاء اللبناني بكل احترام، بالرغم من كتير شوائب يعني عملت لطخات خلال المسيرة تبعنا بالبلد. إنما هيدا الموضوع ما بنقدر نعطي أي رأي فيه قبل ما نطلع على من حيث ما جرى التداول فيه. إنه نعم. بينقص اسم عائلته للضابط عدنان. نعم. واسم والدته للواء مملوك. ما في حدا أول شيء يساهم يأمن هذه المستندات؟ يعني أنا فضل ما علق إلا على شيء صدر. إذا كان هيدا هو ال هيدا قالوا إنه هاي مصادر صحفية. مصادر ولما بيصير واقع بنبقى ناخد موقف منه. أنا برأيي هيدي بتكون مهزلة، بيكونوا أهينوا القضاء، بيكونوا أهينوا كل اللبنانيين،
وبيكونوا عطيونا حق وقت نحن لجأنا للمحكمة الدولية حتى نقيم محكمة دولية من أجل إقامة العدالة بلبنان بعد اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري. عندك انطباع أنه في قوى سياسية لبنانية تضغط على هذا الملف بالقضاء؟ بالطبع بالطبع هناك شراكة، يعني الوزير سماحة مش أقرع، هو واحد من منظومة موجودة، هذه المنظومة بكامل أفرادها شاركوا خلال فترة طويلة خلال 4 عقود من الزمن بوضع اليد على لبنان بالكامل، وبالتالي هودي الشركاء ما زالوا نافذين وموجودين اليوم بالسلطة الحكومة حكومتهم. اللي بيحمي أربع مطلوبين من العدالة الدولية ما بيستغرب أنه يكون عم بيحاول يضيع هالموضوع ويضبوا بالجوارير. تتوقع ينجحوا بهذا الموضوع؟ ما بقدر لأنه نحن موجودين، في كانت نية جرمية كانت كتير واضحة، في أدلة وشواهد ثابتة. هلأ إذا بدت يضحوا بالوزير سماحة لوحده، النظام السوري عم يتحاسب من قبل الشعب السوري، بالتالي ولو القضاء اللبناني ما طال الضالعين بملف سماحة المملوك، إنما قضاء الرب بيحاسب كل العالم. في قضية اليوم شائكة، قضية قانون الانتخاب وبالتحديد موقف المعارضة المقاطع لجلسات مجلس النواب حيث تحضر الحكومة. اليوم يزور وفد نيابي من 14 أدار رئيس المجلس النواب، هل ترى أنه في إمكانية للتفاهم على حل وسط؟ أنا برأيي اللي في نية لدى 14 أدار بمحاولة إيجاد مخرج لموضوع القانون الانتخابي. كل الناس بيعتبر أنه يعني لأن الانتخابات هي محطة بالنهاية، هي الفاصل لكل المأزق اللي وصلنا له بالفترة الأخيرة. إذا ما درنا وصلنا للانتخابات، رحنا على الانتخابات وأجريت هذه الانتخابات وحسمت الناس خياراتها، حندل حنبقى بشكل مأساوي باللي عم نتخبط فيه. مثل ما مبين أنه المستقبل و14 أدار ميالين لبقاء قانون الستين، ما يعني تكرار 4 سنين من يعني من الموازنات والتوازنات القوى بقلب المجلس. يعني معلش انه يعني بقاء الحياة السياسية اللي منه مع قانون الستين مع اي قانون؟ طرحوا اكثر من قانون. طيب طرحوا الارثوذكسي، نعم، طرحوا النسبية، نعم، على والدوائر، يا لبنان دائرة واحدة 15 دائرة او 13 او لبنان دائرة واحدة مثل ما اقترح الجنرال عمر، انما الحكومة عندها اقتراح قدمته لمجلس النواب، نعم، وكان مفترض انه لو هالقد حريصين على تعديل قانون الانتخابات كان مفترض تقدم فيه الحكومة من فترة من 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 زمان. صار لها 3 أشهر ما تقدم، بس هيدي الحكومة كان مفترض انه تقدم قبل بوقت اطول من هيدا يلي حريص على نعم. على بس إجراء انتخابات وفق قانون جديد، والأحرص إذا تأخرت الحكومة بيروح على الجلسات بنائش. أنا اللي بيفاجئني أنه بقانون الستين يعني كل رفض، وخاصة المسيحيين طالعين واليوم عم يعتبروا أنه قانون الستين ما بيلبي حاجاتهم. غلط. أنا برأيي قانون الستين وضع بالأساس وقت وضعوا المسيحيين، وكانوا ياخذوا منه 54 نائب مسيحي من 99 نائب، بالإضافة لعدد النواب المسلمين اللي كانوا ياخذوا. ما كانوا ياخذوا 54، كانوا ياخذوا أكثر من هيك، يعني الكتل نائب مرجع عيون ولا مرة أخذوه، الكتل زيت البعد نائب بقاع الغربي ولا مرة، بس كانوا ياخذوا نواب بعكار، كانوا ياخذوا نواب بطرابلس، كانوا ياخذوا نواب بعكار بكيرهم، كانوا ياخذوا كانوا ياخذوا النائب رئيس المجلس الخليل، يعني كان في بعدة مناطق كانوا ياخذوا وين ما كان. مش القانون انوضع سنة الستين لخدمة بوقتها بيعتبروا هني انه هيدا رئيس الشعب حطوا بيعتبر انه للمتقاتلين ب 58، نعم، انه يكونوا هني حاضرين بالبرلمان، والرئيس الشعب يعني لا يعتبر، نعم، ممثل حصري للقوى السياسيه المسيحيه. طبعا اكيد، بس انعمل قانون الستين بوقتها وانعمل وكان تمثيل جيد بالنسبه، ولا مره تشكوا منه المسيحيين، شكوا منه البطركسفير. طبعا شك منه طبيعي، لانه اليوم 2009 طبعا شك منه البطركسفير بال2009، لا مش بال2009 شك منه بال2005، لا 2005 كان بده اياه، نعم بال2009
بال 2005 كان بده اياه، بال 2009 تشكى منه، لانه هو فعليا نحن وقت رحنا على وقت بالطائف جينا على اتفقين على 108 نواب وضيف 20 نائب بمناطق بتغير كامل الكامل خريطه التمثيل السياسي وبتجعل صوت المسيحي صوت اضعف من انه يجب ان يكون. هلا نحن وقت بنجي بنطل يعني اليوم كل 20 30 سنه بنلاقي القانون بطل يخدمنا بدنا نغيره، بيكون عندنا مشكله فعليه انه منا قادرين نوصل لقانون انتخابي. مش النيه هي انه نقدر نوصل لقانون انتخابي يمثل الناس، اللي عم يبرموا عليه الكل انه كل واحد يزيد حصته، يعني كل واحد عم يبرم من خلال قانون الانتخابات يزيد حصته، يعني اللي بده يخسر المستقبل عبر تعديل قانون الستين بدهم يخسروا اصوات تيخدم هو. يعني بس مين رح ياخذهم في حال صار هيك؟ ما بعرف، هيدي بدك تشوف التقسيمات اللي بدها نعم. يعني انت حضرتك تعتبر الستين عادل؟ انا لا ما بعتبر عادل. انا برايي مع الدائره بعد الدائره الفرديه، هي الدائره الاصغر من قضاء يلي قادره ترد لمجلس النواب دوره للنائب قيمته يلي قادر. في ناس بيعتبروا انه هذه الدائره عم تشير لها نعم. هي بتصير بلديه موسعه وتتعامل فيها نحن ما كل واحد مفكر لحاله انه هو حزبه يمتد من الناقوره للنهر الكبير وقاعد بده ياخذ البلد، ما هو عنده جزء بتحالفاته عم يقدر ياخذ اصوات اكثر من غيره، ما كل واحد عم بيعمل تحالفات بالمنطقه اللي عم يرشح فيها حتى ياخذ عدد حتى ياخذ نواب اكثر. نحن اليوم مش المشكله بالقانون، كل واحد له القانون بتعملوا أكترية نيابية. اليوم ما عندنا أي قانون يحوز على أكثرية، يعني كل طرح بتعديل قانون الانتخابات اليوم هو طرح غير جدي. ليه؟ لأنه ما في أي تفاهم على قانون يحوز على أكترية نيابية لتعديله. للي معتبرين حالهم أكترية واليوم عاملين حكومة وهن تقدموا مشروع، هن جزء كبير من مكونات هذه الحكومة رفضته. جزء كبير؟ ايه طبعا. بس النائب وليد جملة؟ لا، حتى العونيين طلعوا عم بيحكوا بالقانون الارثوذكسي، ما قدموا اثنين من تكتل التغيير والاصلاح تقدموا باقتراح قانون اللي هو القانون الارثوذكسي. ما بعرف اذا مغلط. وطلعوا القوات اللبنانية والكتائب قدموا باقتراح اخر اللي هو الخمسين دائرة. اذا ما في قانون مقدم امام مجلس النواب بحوز اكثرية قادرين يعدلوا، وبالتالي كل هيدا الحراك وكل هيدا الكلام هو غير منتج. ليش؟ لأنه في توازنات بتمنع التغيير وفي رغبة لأبقى. يعني أستاذ يوسف عم تقولوا للناس أنه رح يضل القانون ذاته يلي رح بيرد الكتل ذاته يلي رح بيمدد الأزمة السياسية بالبلد إنه أربع سنين أخرى مثل ما هي اليوم. إنه قانون الانتخابي أنت كيف بدك تعتقد وتتصور إنه بده يجوا ناس يقولوا لك نحن بنقبل معك تغير قانون انتخابات هلأ حتى يلغينا من المعادلة السياسية أو يضعفنا، بالوقت في مجموعة في بالبلد مجموعة حامل سلاح واخذ يعني بدكم الاربع سنين الجاي يكون مثل الاربع سنين المرأة. مش هيك اللي بدنا حزب الله يسلم سلاحه للدوله اللبنانيه ويقر بنهائيه هذا الكيان، وانه نحن كلنا تحت سقف الطائف، ما حدا عنده اي مشكله بالبحث عن قانون بديل. وبالتالي ممكن هون النواب يتوصلوا الى تفاهم بين بعضهم على تعديل القانون من اجل ايجاد طريقة أفضل لتمثيل الناس. حضرتك تعتبر أستاذ يوسف أنه المشكل هو هيدا بقانون الانتخاب؟ أنا بعتبر ما في مشكلة بقانون الانتخاب، المشكلة هو بطريقة الاقتراع المواطنين. يعني المواطن مش واعي لدوره بالانتخابات. المواطن اليوم شو ما كان قانون الانتخابات، القانون الانتخابات هو موضوع تقني، فيك تعمل القانون اللي بدك أكثر نسبة دوائر كبيرة دوائر صغيرة، انما بدك تشوف شو دور المطلوب للنائب وشو دور المطلوب من المواطن اللي طالبه المواطن من ممثله. وقت ببلش المواطن يسائل وبيبلش يحاسب وبيفهم اللي جاي يمثله انه في مده اربع سنين، بعد اربع سنين بده يرجع يتقدم بحساب وبده يتحاسب، ساعتها بتتغير كل الذهنيه. المشكله منا باي قانون انتخابي بدنا نروح على الانتخابات فيه، كيف المواطن بده هو يقارب الانتخابات. إذا بده يقاربها من باب محاسبة منتدبينه إلى المجلس النيابي اختلفت كل فيك تعمل القانون اللي بدك إياه، ما عاد المشكلة هون.
أهم شيء أنه يكون المواطن متساوي بموجب القانون، يعني ما يكون مواطن بحق له ينتخب 10 ومواطن بينتخب 2، ما يكون مواطن. بس هلأ بالستين موجودة طبعا، أنا مني مع قانون الستين، بس أي تعديل أنا مني شايف أنه في أفق للتغيير، مش معناته أني أنا مع قانون الستين، مني شايف في أفق للتغيير. تعتبر أنه إذا بقي الوضع هيك ممكن تتكرر تجربة 2005؟ طيب إذا ما بقي الوضع هيك، إذا ما بقي الوضع هيك وجينا اليوم عطيت أكثرية نيابية للفريق يلي يملك السلاح واللي بعتبر هيدي الدولة عنده قرار عقائدي بحكم هالبلد، وبتغيير الأكثرية تتروح لعنده، برأيك ممكنة؟ في محاولات. أستاذ يوسف أنت بتعرف البلد وتركيباته، إيه هل في أكثرية بلبنان تقدر تغير هوية البلد وتغير الأعراف والقيم القائمة فيه؟ أنا شخصياً مني خايف، بس في محاولات. ما معناتها إذا ما كنت خايف غيري مش عم بيحاول يأخذ البلد لهون. إيه بس أنت مثل ما بتعرف تركيبة لبنان وتاريخه، في حدا بيقدر يأخذ لبنان؟ طيب وفي ناس كنت بتعرف تماماً إنه ما حدا بيتصرع على التاني بسلاح، ورحنا تقاتلنا ودقينا كلنا راسنا بالحيط ورجعنا ودفعنا ثمن كتير غالي. اللي عم يحكوا اليوم عم يحكوا بقوة الحق ولا بحق القوة؟ بس بنتيجة عم يحكوا كلهم بحق القوة. بنتيجة الشيء اللي عم بتشير له يمكن بطل في حدا بيعرف انه ما بيعرف انه ما بتوصل لمحل. اذا ناطر من الانتخابات اليوم الانتخابات انه هي تغير طبيعة لبنان بلحظتها، الانتخابات ما حتغير طبيعة لبنان بلحظتها، انما كل تغيير بيصير بطريقة كومولاتيف. نعم. خلينا ننتقل مباشرة لزميلتنا ركال مبارك لموافتنا بآخر التفاصيل والمعلومات حول وفاة البطريرك هزيم. ركال الله معك. مرحبا توني، أهلا بك. ما هي آخر أخبار؟ نعم توني، نحن بهالأثناء قدام كنيسة مارن أولى بالأشرفية، وبهذه الأثناء وصل جسمين بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للروم الأرثوذكس إغناطيوس الرابع هزيم إلى هذه الكنيسة، حيث سيسجى نعشه داخل الكنيسة، كنيسة مارن أولى، إلى حين انعقاد المجمع الأنطاكي الأرثوذكسي يوم الجمعة الذي سيعلن تاريخ الجنازة. نعم. هل من معلومات حول، شوفوا معي بالصورة. نعم. هل من معلومات حول شخصيات؟ نعم تفضل. مثل ما عم تشوفوا معي بالصورة توني، شخصيات سياسية اجتماعية أمنية روحية موجودة هون لاستقبال نعش البطريرك هزيم، وهذا النعش سيسجى كما قلت بكنيسة مارن أولى، حيث ستقام يعني صلاة عن راحة نفسه. وكان المطران عودة وصل سبق الجثمان يعني هو اللي رح يترأس الصلاة عن راحة نفس البطريرك هزيم. نعم ركال، هل في حديث أو أجواء أو معلومات حول اتجاهات الأساقفة بالنسبة إلى مكان إجراء مراسم الدفن؟ توني هون عم تتضارب المعلومات، وليس هناك من معلومات مؤكدة حول ما إذا كان ستتم الجنازة بلبنان أو ستتم في سوريا مسقط رأس البطريرك هزيم، لأن المجمع الأنطاكي المقدس المؤلف من مطارني وأساقفة سيلتئم يوم الجمعة بتمام الساعة 10 صباحاً بدير سيدة البلمند، وسينتخب قائم مقام بطريركي وأعضاء هن اللي رح يختاروا البطريرك الجديد. وهن رح يضبطوا الترتيبات، يعني هن رح يعلنوا متى ستتم الجنازات المتتالية اللاحقة بعد الدفن، وما إذا كان سيبقون على الجثمان في لبنان أم سينقلونه إلى مسقط رأسه في سوريا. نعم، يمكن على الأرجح الكلام حول المطرانية بدمشق، البطراكية بدمشق، حيث مقر الكنيسة كنيسة الروم الأرثوذكس الأول، والمقر الثاني هو لبنان. نعم. هل جرى اعداد؟ توني
ومن المعلوم أنه بتمام الساعة 6 سيكون هناك صلاة الغروب أيضا إلى جانب الجسمين ستتم أيضا، وسيكون وسيشارك فيها يعني المعزين الحاضرين وكذلك عائلة الفقيد وكذلك الشخصيات الروحية والسياسية الموجودة هون. نعم، هل في حدا من السلطات الرسمية ممثل لرئيس الجمهورية أو نائب رئيس الحكومة أو لأنه دولة الرئيس اليوم بسفر على إيطاليا؟ طبعا توني، يعني هون عم نشوف شخصيات سياسيه وايضا سيكون هناك ممثلين بعد ما وصلوا بين لحظه والثانيه رح يوصلوا شخصيات تمثل الرؤساء الثلاثه ليشاركوا ايضا بالصلاه. نعم ركال، هل ومن المعلوم انه غدا توني سيكون هناك يوم تعازي عادي في كنيسه مارن اولى من الساعه 10 صباحا حتى الساعه 6 مساء. نعم ركال، هل جرى توزيع اي نبذ عن البطريرك الراحل الكبير؟ بالطبع، يعني نحن حصلنا على نبذه عن حياته الحافلة بالأمور الروحية يعني التي تفخر بها الكنيسة الأرثوذكسية. فالبطريرك هزيم يعني كان له تاريخ حافل، أسس رابطة الشبيبة الأرثوذكسية العالمية والمدرسة اللاهوتية، وكان عضو بمجمع الأساقف المقدس، وتم انتخابه سنة 1970 متروبوليت على محافظة اللاذقية في سوريا، قبل أن يتم انتخابه سنة 1979 خليفة للرسولين بطرس وبولس على كرسي مدينة الله العظمى. نعم، مدينة أنطاكيا. وجرت أيضا نعم. المراسم بدمشق وحضرة كمان بهداك الوقت كبار المسؤولين اللبنانيين. كانت تبدلت الأحوال صح. بين 79 حيث ما كان في بإمكانية أي إجراءات أو أي إمكانية لاحتفالات في لبنان، وكانت سوريا تنعم بالاستقرار. اليوم يعني الزمن بيقلب، اليوم زمن مختلف تماما. صحيح توني. نعم ركال، على ما يبدو يدخل الجثمان إلى الكنيسة. نعم نعم، ايضا ترافقوا كل الشخصيات يلي كانت عم تستقبلوا في الخارج، كلهم دخلوا الى الكنيسه حيث سيبدا الصلاه. نعم، مثل ما عم بتشوفوا يعني الكل يعني خاصة الأشخاص المقربين كانوا أبدوا أسفهم للخسارة يلي منيت بها الكنيسة الأرثوذكسية، وهن يأملون أنه انتخاب بطرك جديد يتابع نفس النهج يلي كان بلش فيه البطرك هزيم. نعم، ويلي بتفخر فيه الكنيسة الأرثوذكسية. نعم، على كل حال البطرك الراحل يكون محبة كبيرة للبنان، حتى في كثير ناس اعتبروه أنه لبناني أكثر من العديد من اللبنانيين. مظبوط، بحسب يعني التقاليد بحسب التقاليد يحمل النعش الأساقفة، وكان للام تي في حديث مع كاهن أبرشية بيروت للروم الأرثوذكس بولس وهبي يلي أكد لنا أنه طائفة الأرثوذكسية فقدت رجل كبير وتاريخي قاد أبناء برصانة وحكمة وتفانة. نعم، هذا رجل كبير ورسخ كل المبادئ المسيحية الصالحة. ونادى بالوحدة بين المسلمين والمسيحيين وبين كافة الأطياف اللبنانية وبالعالم. نعم، يفتح النعش من أجل أن يسجى نعم الجثمان للزيارة الأخيرة لإلقاء نظرة أخيرة عليه. نعم.
نعم. نتوقف الآن مع فاصل إعلاني وبعود بعده لمتابعة هذه الحلقة من برنامج بيروت اليوم. مشاهدي ام تي في، فيما تجري مراسم الصلاة على البطريرك هزيم نتابع هذه الحلقة. استاذ يوسف، قال اليوم الاستاذ مروان حمادي النائب بجريدة النهار لابد من محاولة اما ادخال بعض التعديلات على قانون الستين بطريقة ترضي كل الاطراف، واما يتبين للجميع ان لا مجال للتوافق على صيغة جديدة فيذهب الجميع الى قدر الستين. هيدا اللي كنت عم بحاول لك اياه، انه نحن يعني رايحين على قدر الستين. لا لا، هيدا كلام واقعي. انا برايي قادرين نشتغل يعني هيك قال بال 2005 اذا بتتذكر. طبعا على طول، ما هي دائما اي تعديل بقانون الانتخابات على طول بتجري تعديلات اكثريه نيابيه موصوفه وقتها تنتخب بعد الانتخابات فورا في أكترية بتخرج من هذه الانتخابات وبتروح على تعديل قانون الانتخابات حتى تعمل تمثيل، يعني يكون عندها هي طرح لتمثيل أفضل. نحن المشكلة بلبنان الناس مش عم ينظروا، الأحزاب كلها مش عم تنظر لقانون انتخابي عادل. كل حزب عم ينظر لقانون انتخابي أو ما يخسروا أكتر أو يزد له حصته بالمجلس النيابي. هيدي مشكلتنا وهيدا قدرنا. طيب القاضي السياسيين ما عندهم برأيك مسؤولية أن يبحثوا عن قانون طبعاً يكسر الاصطفاف القائم؟ هيدي مسؤولية قائمة، بس قبل بدك تركب الدولة. يعني أنه اليوم بدك تعمل انتخابات لشو؟ لا ترجع ترد زيت القوى، لا تأجل أربع سنين، ما بدك توصل بنهاية الأربع سنين تانيين. لا ما بدك توصل ينطرح قانون انتخاب. لا بدك ترجع تقول قدر أو وترجع أربع سنين تانيين. ما هوني نحن المشكلة وقفي هون، إنه اليوم أنت قررت في قرار نهائي لكل القوى السياسية إنه تتعاطى بالسياسي، ولا ناس بتكون عسكر وناس بتكون سياسي. يعني في شبكة اتصالات موازية لشبكة اتصالات الدولة، في جمارك موازية لجمارك الدولة، في مرافق موازية لمرافق الدولة، في عسكر موازي لعسكر الدولة. إذا ما كل القوى السياسية قررت إنه يكون في دولة لقلنا كلنا كلبنانيين، مجلس نواب منبثق عن انتخابات، مسؤولية مين هذه أستاذ يوسف؟ مسؤوليتنا كلنا. مسؤوليتنا كلنا. يعني اليوم معروف اليوم انتخابات يعني على الأقل عندما يكون المقبل مجهولا. نعم. ما بتكون تعرف وين بتروح. اليوم البقاء على الستين يعني نسخة جديدة من الأربع سنين اللي مرقوا. هل يتحمل لبنان السياسي أنا برأيي والاقتصادي برأيي والمالي أربع سنين مثل هاو؟ لا أكيد منه قادر يتحمل لبنان، بس هيدي في واجبات الناس. يعني اليوم إذا أخلوا السياسيين بواجباتهم من أجل تحسين التمثيل السياسي وجعل ما هو دي بالستين شو بدك تعمل؟ يعني بده يصيروا ينتخبوا شيعة غير حزب الله؟ في قدرة. طيب كيف بدك تغيره؟ ما بدك اتفاق بالحد الأدنى، ما بدك تجيب 65 نايب يقدروا يعدلوا قانون انتخاب. مين عنده إياهم؟ ليش ما بتبحث انه يطلع فئة مستقلة جديدة؟ نعم. تقدر تشكل جسر بين الطرفين. ما هيدي الفئة المستقلة ما هيدي الفئة المستقلة الجديدة، هيدي منين بدها تطلع؟ من مطرح اللي عم يقتلوا الناس ولا مطرح اللي عم يقتلوا الناس؟ بس تعطي حرية للناس بتشوف منين راح تعرفهم. في حرية كاملة للناس. مين عم يضرب؟ بس تحطوا بهيدي الدوائر الناس على ايدهم يوم تلعب بيروحوا على الانتخابات. ما الدوائر ما لها علاقة، الدوائر ما لها علاقة. الدوائر اللي عم تتركب هي دوائر مركبة. اليوم اتفاق الطائف هيدا اصبح جزء من الدستور، والدستور بيقول استاذ يوسف قد التقسيم الحالي لقانون نعم. الانتخاب بيترك المعركه بثلاث دوائر بلبنان. نعم صح ولا لا؟ وكيف بدك تعملها بغير دوائر؟ انه اليوم انت عم تحكي بالنسبيه بلبنان، ما نحن ديجا عم ننفذ النسبيه. وقت بتعطي للناخب حريه تشكيل لائحته، مش عم تعطيه لائحه مقفله،
بيوزع اصواته مطرح البلد. الصفات الطائفيه واضحه. ما هيدا البلد. طيب اذا بس اذا عملت محل الدائره اكبر مع نسبيه اعتبر عملت بصير في خلط للاوراق وما بتنعرف شو نتيجته. نحن معلش السياسي او اذا عملت طرح لقاء ارثوذكسي حيث كل الطوائف ما الدائره الانتخابيه مش يعني الدائره الانتخابيه هي حي الجغرافي مش حيز من يعني مش مجموعة من الناس هو حيز جغرافي. يعني بدك تحدد الدائرة الانتخابية بموجب الدستور هي المحافظة. هلا فيك تغير طبيعة الدائرة الانتخابية فيك تصغرها فيك تكبرها بس ما فيك تجي تقول أنا بدي أعمل مجلس طوائف ساعتها بكون عم تعمل فيدرالية طوائف. لا ما في بالدستور هذا الامر. بلى الدستور الطائف جزء من الدستور معلش الطائف جزء من الدستور. الدستور وقت اقر الطائف اقر دستوريا تجري الانتخابات على اساس المحافظه بعد ان يعاد النظر بالتقسيمات الاداريه. هيدا القانون الانتخاب قانون الانتخاب اليوم هو الوثيقه اقرت بالكامل قبل جلسه انتخاب يعني الرئيس. في لها مركزيه هلا لا هيدي بعد ما اشتغلت عليها بس مقرة هلا مكرة. فيك تكرر لا مركزيه بدون قانون لا بس هني عم في استاذ يوسف اليوم فيك اكيد تمشي اكيد لا اكيد لا يعني مش قانون يعني مش دستور لا في دستور في بالدستور مواد بدك تيجي انت تنفذها بقوانين بدك موجودي ضمن الدستور. هلا اليوم اذا بتروح على مجلس الدستوري باي قانون ما بيراعي المحافظه كدائره انتخابيه بيقول لك هيدا غير دستوري وتطلع بكل القرارات المجلس الدستوري اللي صدرت بالسابق مش ورجعنا عملت كل القوانين وكلها قالوا لي مرة واحدة وأخيرة حتى يتفادوا إنه حتى يتحايلوا على الدستور كله حطوا لي مرة واحدة وأخيرة معلش يعني هذا الألفين تكرر بالألفين وعلى طول كانت القوانين على طول القوانين اللي عم تصدر بلبنان وما زالت قوانين غير دستورية. هلا أنا مني مع هالقانون ما تخليني دافع عن وجهة نظر من وجهة نظري. أنا وجهة نظري بالنسبة لي مجلس النواب هو مكان حتى الشعب اللبناني يبعث ناس يتمثلوا ويحسبها الشعب. اللي صاير اليوم انه انت عم تترك انت اللي طالبه من كل هالتركيبات بكل هالقوانين اللي عم تتقدم انه الاحزاب تزيد حصصها بالبلد يعني تتوزع البلد تزيد حصه لها اكثر. شكل رح بيصير طبيعي لانه 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 هيدي الاصطفافات اللي صايره. مش عم بدافع انا عن هالقانون او عن غيره من القوانين اللي مقدمه. انا اللي بيهمني انه المواطن اللبناني عنده القرار يعني القرار بطل عند السياسيين مش قادرين يتفقوا منا قادرين نطلع اكثريه نيابيه موصوفه تنعدل قانون الانتخاب. حيش بقى نضحك على حالنا ونضيع وقت. هلا جزء الانتخابات مش كبير بالخلافات ضمن 14 اذار بالامانه العامه. انا برايي بالامانه لا بالامانه العامه ما عندنا هالمشكله لانه نحن ما عم نتطرق للانتخابات بالامانه العامه. نحن مش صحيحه كل المعلومات اللي بتقول انه خلفيه الانتخابات حاضره بكل الاشكالات اللي كانت هيدي بين الاحزاب بين مكونات 14 اذار من الطبيعي يكون في هذا التنافس. لا عم نحكي ضمن الامانه العامه. لا ضمن الامانه العامه ما عندنا هيدي المشكله. الامانه العامه ما بتتعاطى انتخابات حيث قيل انه في صراع بين الاحزاب والشخصيات المستقله كله مش مزبوط. لا لا مش صايره لا ما قلت ضمن الامانه العامه مش موجود هذا الاشكال الاساسي برايك. لا مش هذا الاشكال الاساسي. الاشكال اليوم الامانه العامه مش شغلتها تبرم على مسيحة الخلاف يعني تبرم على الخلاف ب 14 أدار. شغلتها تأمن التقاء قوى 14 أدار بمطالبهم للبنان سيد حر مستقل. إنما مصالح الأحزاب بالطبيعي في أحزاب عم تتنافس بنفس الشارع بس يقال التنافس الأكبر هو بين الأحزاب والمستقلين وصاير طبيعي بس هيدا مش على مستوى الأمين العامي ما بتعكسه الأمين العامي. هيدا في تنافس طبيعي انه كل واحد بده هو بفضل انه يكون هو الممثل ل 14 اذار بالانتخابات المقبله. هيدي حتنحسم بوقتها يعني بالنهايه 14 اذار حتروح على الانتخابات وبطمن الكل حتروح على الانتخابات بافضل اللوائح الممكنه للفوز بهيدي المعركه. هيدا اللي حنروح عليه وهيدا المطلوب. انما من الطبيعي الاحزاب تتنافس. نحن منا حزب واحد منا جسم واحد. قديش انحلت الاشكالات ضمن الامانه العامه والهدنه يلي يبدو مستمره؟ هل تمكنت من حل الاشكال
مع حزب الكتائب هو اساسا ما في اشكال. لا 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 ما في شو ما في اشكال في رؤى عبروا عنه عبر الاعلام يعني شو في اشكال وفي اشكال واضح وصار في زياره لإله راح المنسق الامين العام الاستاذ فارس دكتور فارس السعيد زار حزب الكتائب واتفق على تكملة هالخطوة الإيجابية وحزب الكتائب حيرجع على الأمين العام. واليوم كان في اجتماع بهذه السياق مع الأستاذ سجعين أزي بينه وبين مجموعة من الأمين العام يلي كمان عم نشتغل ب متوقعين يرجع ممثل الكتائب عليها؟ ايه طبعا يعني كان منتظر هني هيك وعدين من تجمع يعني عن الناطرين. طب هني هيك وعدين هلا هيدي الموضوع التأخير هو موضوع تقني من قبل. شو الخلاف هلا؟ نحن ما في خلاف، نحن في رؤية هني قد هني حكيوا برؤية ل 14 أدار، نحن سبق وتقدمنا بمشروع مشابه بسنة 2011 بمؤتمر البريستول هي لتنظيم 14 أدار وجعل قوة فاعلة ومتناسقة ومتناغمة أكثر وتشكيل يعني مجلس وطني. هيدا انطرحناه بوقتها قبل تشكيل كل مجلس الوطنية بالعالم العربي كله. وهيدا صراع قائم بين المستقلين والأحزاب وهيدي شغلة طبيعية كل واحد بده رح يربحوا الأحزاب بس ظاهر صحتين على قلبهم. نحن بالنهاية الديمقراطية نحن لولا كنا بجو ديمقراطي كان اليوم رئيس جمهوريتنا أو كان الله يرحم نفسه نسيب لحود أو كان بطرس حرب. لولا كنا بديمقراطية كنت ننتخب نصف زائد واحد كان معنا 70 نائب بهالتوجه وما قدرنا عملنا انتخابات رئيسية. بقى ما حدا يعلمنا دروس بالديمقراطية ما حدا يخبرنا على بلد انه الانتخابات رايحة فيه بشكل طبيعي. لا ما في شيء، نحن اليوم السلاح بالبلد عم بيحكي بحق القوة مش بقوة الحق. ما حدا عنده قوة الحق بهيدا البلد، قوة الحق هي للقانون هي للدستور هي للمؤسسات. شو النقطة العلقة مع حزب الكتائب؟ ما في نقطة علقة نحن والكتائب ما في نقطة عيلة. لا 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 ما في نقطة عيلة يعني أي بند بعد ما تنفذ تمام عودته بس يودوا هني ممثل عنه. نحن في نعمل وركشوب اليوم عم يتعين وركشوب من أجل دراسة ورقة العمل يلي هني قدموها مع اللي نحن المشروع يلي نحن كمان كنا مقدمينه ونحاول نزاوج بين مختلف يعني من الكتائب مش وحدهم ب 14 أدار في أحزاب أخرى وفي مستقلين ومفترض انه صار يتضمنوا الاحزاب مع بعضهم مع الكتائب طبعا. ونحن متضمنين مع الكتائب ليش بكثير امور بنلتقى نحن مع الكتائب فيها ما بنلتقى مع غير احزاب فيها. في امور بتلتقى انت وياهم في امور بتختلف انت وياهم هيدي طبيعي انه نحن منا كتائب والكتائب من القوات والقوات من المستقبل والمستقبل من يسار ديمقراطي ولا حركه استقلال. يعني هلا بالنهايه نحن رايحين بمنحة بمنحة تجميع كل قوى 14 أدار من أجل مواجهة الاستحقاقات بأكثر تضامن ممكن. الجمهورية بسر من الأسرار اللي نشرته نهار التنين بتقول برز في الزيارة المفاجئة التي قام بها فريق معارض إلى غزة أن التباين داخل المعارضة يعود إلى طبيعة سياسية لا تنظيمية. في رؤيتين مختلفين الأمور طبيعي إنه حزب الكتائب طلعوا وحكي رأيه بالموضوع ما الأستاذ سامي جميل قال رأيه منه متخبى عن وهيدا حقه بالنظرة للأمور بالشكل اللي شافه. والكتائب اللبنانية إلى خط التاريخي وإلى رأيه بس يكون في طبيعة سياسية للخلافات والتباينات ألا يهدد ذلك وحدة لا لأنه لا معلش في رؤية خطة في رؤية واضحة للبنان اللي بنريده. يعني نحن وقت اجتمعنا كلنا ب 14 أدار اجتمعنا تنقول لا للعنف السياسي، اجتمعنا تنقول نعم لسيادة واستقلال لبنان، نعم لخروج سوريا من لبنان، نعم لعودة المؤسسات، نعم للعدالة. طيب وعشو بختلف السياسي لكن؟ بالسياسي في كتير أمور بنختلف عليها. السياسي جزء منا سياسي اجتماعي، جزء سياسي انمائي، سياسي مالي. هيدي رؤيتنا للعلاقة بين لبنان ومحيطه في كتير أمور ممكن تختلف عليها ممكن تلتقي فيها. بس الجوهر متفقين عليه. خلينا بختام الحلقة نجري جولة أفق إقليمية من زاوية الصحافة العربية. كتب رئيس تحرير صحيفة الشرق الأوسط طارق الحميد مقالة بعنوان مصر ترهيب الإعلام.
ومما جاء في هذه المقالة ترهيب الإعلام المصري والتطاول عليه بهذا الشكل ومحاولة إقصائه. تقول لنا كثيرا عن قادم الأيام في مصر، تقول لنا إن مصر اليوم هي إيران ما بعد الثورة الخمينية، وتقول لنا إن هناك حملة منظمة بمصر اليوم لإقصاء كل المؤسسات المحترمة أو لتطويعها واحتوائها، وهو ما لم يكن يفعله حتى مبارك الذي أعطى في أواخر سنوات حكمه سطوة للإعلام. وأبرز من استفاد من تلك السطوة هم الإخوان أنفسهم الذين يصورون كل شركاء المرحلة الحالية الآن على أنهم مجاري بالنسبة إلى الإعلام، وفاسدون في حالة القضاء وفلول وبلطجية لكل من هم بميدان التحرير وعليه. فمن بقي من شركاء الوطن، بل وماذا تبقى من مؤسسات الدولة المدنية التي يراد تحويلها اليوم إلى مؤسسات إخوانية؟ مهم راح يروح الكباش برأيك، المرسي خروجه من القصر مؤشر إلى ما هو يعني أكبر. يعني من المؤسف أنه الديمقراطية هي ممارسة، هي خيار، هي نمط عيش. بعد مش معودين، يعني بيروح طاغية بيجي شخص بيحاول يتشبه فيه، بيحاول يتقلد أسلوبه. نحن اليوم ما في شك أنه في محاولة لخلق مبارك آخر، في محاولة لوضع اليد على مصر. على الأكيد على الأكيد الشعب المصري حامل الثورة، وطبيعي طبيعي يصير هذا الخلاف، وإنما المنو طبيعي أنه يلجأ للعنف من أجل حل خلافاته. نعم. نتمنى أنه ما يصير فيهم يوصلوا لمحل لا تحمد عقبة. نعم. أستاذ يوسف دبيه عضو الأمانة العامة لكوى 14 أذار، شكرا جزيلا لك. شكرا لك. شهدنا في الختام ونجدد التعازي لكل اللبنانيين على رحيل هذا الرجل الكبير البطريرك إغناطيوس الرابع هزيم، ونذكركم في ختام حلقتنا أن بإمكانكم متابعة آخر الأخبار عبر صفحتنا MTV Lebanon News على موقع تويتر وMTV Lebanon على موقع فيسبوك، وأيضا عبر موقعنا الإلكتروني mtv.com.lb. شكرا وإلى اللقاء غدا.